طيب خليني بقى أسألك عن الإصابات، لأن الناس بدأت تقلق من الإصابات، ياسر إبراهيم، أشرف داري، وأخيرا عمرو السولية، وعن حالة يوسف أيمن. ظهر بمظهر رائع أمام الزمالك المباراة السابقة، يمكن كان عنده ارتجاج خفيف أو ما كانش بالفورمة اللي ظهر بيها قدام نادي الزمالك. بص يا كابتن شوبير، طبعا الاصابات طبعا في حاجات قدريه طبعا ما تقدرش انت تتحكم فيها طبعا، صحيح، وفي حاجات طبعا مرتبطه برضه بضغط المباريات اللي بتحصل لنا، ودي نعم حاجه يعني عانينا منها فترات كبيره جدا. نعم بنحاول على قد ما نقدر من خلال الراحات، من خلال الاعداد البدني اللي بيقوم بيه طبعا، اللي بشكره طبعا من الناس المجتهده جدا، يعني نعم بتشتغل بشكل كويس يعني. ولكن في الاخر احنا بنحاول ودايما بنتكلم ان احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده، لازم تتعامل مع كل الظروف. لا عندنا لعيبه بتقدر تشتغل بشكل كويس لما يجي لها فرصه تفرصتها، ودي حاجه مهمه بالنسبه لنا يعني. بالنسبه بقى طبعا ليوسف، طبعا زي ما انت قلت حضرتك اللي هو ادى اداء مميز جدا في ماتش نعم الزمالك الفترات اللي هو لعب فيها، يمكن الاصابه اللي جات دي برضو اثرت عليه شويه بشكل يعني، ممكن نعم لان قعد فتره حوالي 6 ايام ما بيشاركش في التمارين، وبعد كده رجع، ويمكن كان عن ظروف يعني زنقتنا ان احنا طبعا ياسر مش موجود واشرف داري مش موجود، وهو لسه مش أشرف داري يرجع إمتى وياسر يرجع إمتى يا كابتن سامي؟ يعني. وياسر الحمد لله عامل اشعه الحمد لله، ممكن خلال ان شاء الله اسبوع يكون يرجع ان شاء الله. تمام واشرف برضه ان شاء الله برضه نطمن عليه الفتره ديت يعني، ان شاء الله يرجع معانا برضه باذن الله يعني. طيب تعرف اكمل حضرتك بس موضوع، اتفضل يا فندم اتفضل. هو برضه في فتره كان برضه عدم الاتزان اللي كان حصل له طبعا نعم بعد الاصابه اللي جات له ديت، وفي الظروف اللي هي برضه اجبرتنا ان احنا اللي هو يكون موجود يعني، حاول على قد ما يقدر طبعا. لكن حضرتك عارف ان مهم جدا برضه ان انت تقف جنب لعيبتك، كل لعيب هيدي لك 100% في كل مباراه، يمكن تجربه جديده بالنسبه له، اجواء جديده وضغوط كتيره يمكن هو ما عاشهاش قبل كده، لكن احنا عندنا ثقه فيه وثقه في كل اللعيبه الموجوده، ان شاء الله هيرجع اقوى من الاول واحسن من الاول نعم وينافس بجد، وان شاء الله يكون مردود كويس لينا وللفرقه باذن الله. بعد إعارة أحمد عابدين إلى سيراميكا والإصابات اللي تتالت بسرعة في هذا المركز، يعني هل في حد في الشباب عينيكوا عليه يا كابتن سامي؟ أكيد طبعا في تواصل طبعا، ممكن الحمد لله كابتن عظام برضو عامل شكل كويس جدا، تواصل بيننا وبين قطاع الناشئين مع كابتن بدر وكابتن وليد وكابتن شوقي وكابتن ناجي، الحمد لله برضو في تواصل بشكل كويس، وانت عارف هم عندهم برضو مباريات، بنقدر كارلوس برضو متابع بشكل كويس من خلال الراجل يعني، على طول بيعملوا تقارير، فان شاء الله يكون في ان شاء الله لعيبه تقدر تساعدنا الفتره اللي جايه ان شاء الله.